فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل صلاة الرجل في سوقه يقصد به كذلك الذين يتسوقون لشراء الأغراض؟ أي نعم، يشملهم هذا، يشملهم هذا، إلا إذا كان هناك مسجد بجوار السوق وذهبوا صلوا في المسجد حازوا على الأجر لأنهم صلوا في المسجد. أما إذا صلوا في السوق في غير مسجد لم يحصلوا على هذا الأجر. نعم.